وتبقي مسلمة بحق، تبقي مسلمة بجد على دين الله عز وجل ورسوله، دين أهل السنة والجماعة. هل عندك استعداد لده؟ ترى أثير اللي أنت بتعرفيه إيه؟ أثير كان شيعي وترك التشيع وتسنن. أثير عندنا ناس كتير تركوا التشيع والله عز وجل هداهم وانضموا لأهل السنة والجماعة. عندك استعداد يا أختي ولا ما عندك استعداد؟ عند أهل السنة احنا بنحب علي بن أبي طالب، ما تجد واحد من أهل السنة بيكره حد من أهل البيت، بنحب أهل البيت جدا جدا، بس ما نقبل إن حد يكذب على أهل البيت. شلون أقبل إن علي بن أبي طالب هذا الفارس المغوار، أقبل إنه كان واقف ومراته بتنضرب وما دافع عنها، أو أقبل إن النبي يأمر علي بن أبي طالب بإنه يقبل على عرضه إن واحد يضرب عرضه وشرفه وواقف يتفرج؟ كيف النبي يأمر بهذا أصلا؟ فأنا الآن أعرض عليك، عندك استعداد؟ الآن قولي عندي استعداد وأنا كفيل بتعليمك الدين من الألف إلى الياء. ما عندك استعداد قولي ما عندي استعداد. زين، لا قبلت لا يعني هي هسه إذا نقبلت الأصل قبلتي، السنية ما يعني إذا أقبل قبلتي أهلي لو إليك شنو؟ الآن. لا، ما تعرفي أهلك، ما تعرفي أهلك إذا كان في المسألة مضرة، ما تعرفي أهلك إلا لما تتعلمي دينك صح. ليه؟ عشان لما يحصل مواجهة معاهم تعرف ترد عليهم، تعرف تقول لهم أنا ديني غلط، دين الشيعة كان غلط. ساعتها تقدر تعلمهم الصلاة وتعلمهم الصوم والحج وإلى آخره. تمام؟ لكن هتواجهيهم النهاردة وأنت ما تعرفيش حاجة، يعني معلومات بسيطة اللي أنت تعرفيها. لكن أنا بقول لك أهوت أمام الله عز وجل والناس تشهد، أنا سأعلمك دين أهل السنة من الألف إلى الياء. لكن قسما بالله دين الشيعة باطل. تمام؟ طيب، يعني عندك استعداد؟ بس قلت لي انت علمك يعني مو بعلمك. صرت نعم، انا ظاهر بعدين بعد ما اقول لي لك، دخل. انا بعمل لك متابعة، انا بعمل لك متابعة. هيها اردي لي المتابعة انت، ولا تقبلي حاليا اي متابعة من اي حد من الشيعة، وانا بقول لك شلون بعلمك انا الدين بجد. لكن الان قولي اشهد ان لا اله الا الله. ثواني، أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله ورضي الله، رضي الله عن أبي بكر وعمر، عن أبي بكر وعمر، وعثمان وعلي، وعثمان وعلي، والحسن والحسين، والحسن والحسين، ومعاوية، ومعاوية. ورضي الله عن زوجات النبي رضي الله عن زوجات النبي وعلى رأسهن وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة. أم المؤمنين عائشة وأبرأ إلى الله. وأبرأ إلى الله من دين الشيعة الروافض. من دين شيعة الرافض الروافض. الروافض وأشهد الله
وأشهد الله على حبي لآل البيت إلى أن أموت. على حب لآل البيت إلى أن أموت، ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بالله من الشرك. وأعوذ بالله من الشرك. اللهم ثبت قلبي على دينك. اللهم ثبت قلبي على دينك. الحمد لله.